ربع ساعة قطعك يعني. ما يعني ما راح يتأخر. جو وراح ولا؟ لا لا يجي بدل ربع ساعة يجي. عندك مشكلة إذا دقيت جيتار؟ آه عندك جيتار؟ عندك مشكلة إذا؟ لا لا ما عندي. عشان لا كان ولا مشكلة. بس انا سمعت صوتي. لا لا ما اعرفش اغني. اوكي عايزه تغني معي مش مشكله يعني. لا اول مره انا دندنت بارك الاغنيه نحبها. اوكي نجربوها. ربي مش مشكله. تضحكش علي ما اعرفش اغني. لا لا وانا معي كل يوم نعيش وعي مرتاح ما حفظهاش. لا 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 بغيت تغني شي اغنيه اخرى حاساها مش الدمان شي مشكل اغنيه حاساها ما تضحكش عليا ما نعرفش لا لا أنا مش متعوده ان واحد يكون معايا هكا وانا لا غني غني اغني بس وانا معك مش مشكل خلاص انت وانا اللي يجي في بالي نغنيها غني يا غربتي كنت فضة واللي تنحاس والدوب اللي لبسه عراني يا نطوري فاق على الأطيار عقلي معاه يما طيار يا نطوري فاق على الطيار عقلي معاه يما طيار نمشي أول مرة نغني وتضحكش عليا شنو مال أنا كرهت مني طلع دمي في هاد الغيبة وجوني مال أنا كرهت مني طلع دمي في هاد الغيبة أنا تمنيت لي رجع لبلادي وصل سلامي معاه وتمنيت لي رجع لبلادي وصل زادت محايني وحشتك يا حبيبة والوليدة سامحيني يا زادت محايني وحشتك يا حبيبة وتمنيت اللي رجع لبلادي
تضحك شابة. انت غنيت على البلاد وانا غنيت على البلاد و... كلنا غنينا على الغربة. والله يعني ما كتعرف قيمة بلادك غير من اللي كتبعد عليها. سبحان الله الموسيقى اليوم جمعتنا في بلاد تانية. ونتمنى ان شاء الله تكون صداقتنا دائما ان شاء الله. ان شاء الله. سهيلة من الجزائر. إيهاب من المغرب تعرفت مع عائلتك. و راح الحال نورمالمون. لا لقيتك جاي دابا. حسيت لي راح الحال. حبيت كثير هالباساج، كان في كثير تناسق بيناتهم ان كان بالنسبه للمشهد كله على بعضه او بالنسبه للغنيه. اختيار الاغنيه كثير حلو كمان، واختيار الطبقه ظابطه، سو انا بهنيهم اثنيناتهم على هذا الشيء. بالنسبه لصوت سهيلة غنيت حلو كثير، استعملت نيوانس اكثر من العاده، هذا الشيء كان حلو وبريح وبفرج انه ما عم تستعمل اللي عم تكتسبه بالصفوف. الصوت وقت اللي عم تعطي باور، وقت عم تعطي قوه بالصوت اليوم احسن، فيه تجويف احلى، فيه روندر، البحه خفه شوي عم تقدر تعمل كنترول عليها، ولكن في بعده كثير في نزال بالصوت، ناقص سيبار النفس، وقفلتها لازم يكونوا ثابتين بعد اكثر. بالنسبه لإيهاب كمان حبيت كثير النيانس اللي استعملها بصوته اليوم، مع انه بالعالي في مطارح كان زارق، في مطارح تانيين وقت اللي عم يفتح تمه مبين الباور احلى والنوتات حلوين كثير، ولكن اوقات عم بسكر وعيونه دائما مسكرين مثل كانه في محلات كان مشنج. سو هول بعد اشياء بده ينشغل عليهم، بس بالاجمال الغنى كان كثير حلو. واضح انه بالصفوف عم بيتابعوا منيح، هيدي بالفعل ما كنت حب تخلص لبا. هلا سهيلة لما بدها تفتح تمها وبدها تلفظ الإيل، إيه عم تجي كتير قاسية، يمكن مأثرة كتير بفلوم الهندية كلها إيه. هيدا في شغل عليه كتير تا يكمل صوتها، لأنه صوتها حنون، رنت الصوت مبينة تحت بس مش مبينة فوق مزبوط، في شد وفي لفظ لورا. هلأ إيهاب كتير فارق، بعد عنده شوية ضعف بفتحة التم، بيقدر لما بيفتح تمه بيتحسن 100%. برافو. يعني أنا مثلاً بنبسط بس شوف بس شوفهم هيك بنبسط، بفتخر بفتخر فيهم. أنا برأيي هيدا الإيفال هلأ اللي شفناه من أحلى الإيفالات بثلاث مواسم، كامل لدرجة إني ما سألتهم بالأول ليش نقيته ليش نقيته، حسيت انه عاملين شغل مبكلة هن بلا تفسير رح نقدر نشوف. كتير مقنعين، اخذونا على المطرح وعلى الزمن وعلى الترين، ونطرنا معهم وسمعنا وفعلا تعرفوا على بعضهم كأنه هلأ، يعني مشيوا بتسلسل درامي. البيلد اب درامي تبع الايفال كان رائع، غنوا حلو كتير، اثنيناتهم مرتاحين كتير. انا بفتكر من احلى الايفالات اللي انا شايفتها يلي شفته اليوم. فعلا من اجمل الايفالات، واحلى شيء فيهم انه هن ما فسروا لنا، يعني كان فاتوا ونهيوا فعلا، يعني عم بياخدوا بعين الاعتبار الملاحظات اللي عم نعملها بالصف. حلو كتير كيف كل شغلة، يعني الجيتار كان استعمالها مش مجاني، حتى سألها لما نتعرفوا انه بيزعجك شيء اذا بستعمل الجيتار. حلو كيف اول مرة بلشت هي تغني اول مرة وتقطش وتسكت ومستحية تغني، وكيف تعرفوا على بعضهم. كتير حلو كيف بالاخر قالوا الاسامي، يعني كيف بالاخر قالت له انا سهيلة وانا ايهاب، يعني تركوا هيدا الشيء للاخر. كيف بلشوا بفكره الترين، سالته قد الساعه واجا الترين وما، وبنهيوا بالترين، يعني كيف خلصوا فيها. ويلي عملته سهيلة يلي هو رائع انه احترمت الاوبجي، يعني الشيء يلي منه موجود واحترمته، احترمت استعماله، يعني شالت سيلولار استعملته أول مرة بطريقة سخيفة إنه عم بدق مساج، رجعت تاني مرة استعملته إنه صورت ورجعت ردته للجزدين. احترام الأشياء لمن بيستعملوها، وعن جد أنعوني 100%،
تمثيليا من اجمل الايفاليت يلي يعني شفتها مؤخرا، فعلا مقنعين لانه صادقين باللي عم بيعملوا، كثير حلو. غنائيا شفت انه كان كثير ذكي الخيار تبعهم اثنينهم، يعني اول شيء نقوا قصص بتشبه لهم ربيانين عليها واسقين منها مالكينا اثنيناتهم، ونقوا الاغاني يلي بتفرجينا صوتهم بصوره جديده نحن بعد مش شايفينها بالاكاديمي، يعني ولا بالبرايم ولا بالايفال، هي اول مره بنسمعهم عم بيغنوا هيدا الشيء. ونقوا غنيه سهيله بتلبق النوع العربي اللي بصوتها وبتلبق للطابع يلي بصوتها، يلي نحن يمكن بنشوفه نقطة ضعف وقتها بتغني مثلا غير نوع أغاني، اليوم هي فرجتنا إياه نقطة قوة. كمان إيهاب شفته بلون جديد، شفته ذكي بالاختيار، وشفته كمان على أغنية بتلبق لصوته. أكيد اثنيناتهم ببعض المطارح مرق هفوات، مرق مثلا تقطيش بالعربة أو تقطيش بالصوت، ولكن بالمجمل غنوا كتير منيح. واللي حبيته أنه كانت الآلة هي وسيلة يستعملوها تمثيليا، ولكن وسيلة مهمة كتير ذكية بالمغنى لأنه عرفوا أخذوا الطبقة المناسبة للشخصين. بقى هيدي كمان كانت ذكاء. برافو. والذكاء كمان أنه لو في آلة، مش أنه بلشوا يغنوا وبلشوا، لا، أنه أول مرة قطشت قالت له هي لا أنا ما بغني، يعني صار في هالكريشندو، لا نحن اقتنعنا انه هالآلة فعلا عم تستعمل بطريقة ذكية.